خلينا نعمل اختبار بسيط كده، احنا عايزين نكسر التلج اللي ما بيننا. يلا نكسر التلج، يلا نكسر. انت مالك انت؟ ايه بتقول تمرين؟ يا مربوحة، ده تمرين صحيح بسيط بس مفيد جدا. هنبتدي مع الكبير. انا عايزاك تبص في عينين مربوحة وتقول لي ايه اكتر ثلاث حاجات بتحبهم فيها. حاضر. بص المربوحة. ما انا في الطريق لسه ما وصلتش. استناك. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات، ثلاث. طب قول لي ايه اكتر حاجتين بتحبهم فيها؟ حاجتين؟ اللهم صل على النبي. طب اكتر واحده يا كبير؟ البطاطس. نعم، عليها صينيه بطاطس. لا انا ما اقصدش كده، انت فهمتني غلط. انت بتغلطي في بطاطسي؟ قنبلة يا كبير، دي بتغلط فين؟ بتغلط في اهدي يا مربوحة، اهدي. عيب عليا الذكرى واحلى. عيب اهدي يا مربوحة. أنا قصدي أكيد في حاجة تانية بتحبها في مراتك غير صينية البطاطس. قصدك إن جوزي كذاب وخداع وناقص؟ قنبلة يا كبير. اقعد يا بوتجاز، اقعد يا ستة شعلة، في إيه يا بت؟ الست ما غلطتش. الحنك اللي كله كراميلي ده ما يطلعش منه العيبة. It doesn't make sense. بقول لك إيه؟ بصي انا عايزاك انت تبصي للكبير وقولي ايه اكتر ثلاث حاجات بتحبيهم فيه من غير ما ابص في عينيه. سهل. واحد، بخيل وحريص على القرش. تنين، احتقاره للمراه. ثلاثه، انانيته خداعه. والله العظيم بتهبد، بتقول اي حاجه عشان بتغلي من جواها. هي بس كل همها تبوظ كل اللي ما بيننا. ما بينكم؟ ما بيننا وانت، احنا متجوزين وجايين ليها. والله يا دكتوره أنا حريص قوي على الجوازة، قسما بالله ما متعتع إلا ما تعالج ونبقوا سمنة على العسل إن شاء الله. حتى بات مع الدكتورة 10 سنين هنيه. تبات إيه؟ مش عاملين حسابنا. الكلام حلو. عموما ده شعور طيب منك قوي يا كبير. أنا مبسوطة جدا إن عندك ثقة في العلاقة دي، وعشان كده إحنا هنعمل تمرين صغير كده نعزز العلاقة دي. أيوة عايزين نعزز، أنا هموت وعزز. يلا نعزز. طيب تفضل. هنروح؟ مفيش مروح يا بت. حب على عصايتك نروح. هتروحوا فين؟ تفضلوا اقفوا كده عشان نروح نعمل التمرين. يلا. مربوحة. ايوه. بتقول مربوحة. استغفر الله العظيم. تعالي اطلعي هنا. وانت يا كبير. اطلع هنا؟ لا لا لا، تعال اقف هنا ورا مربوحة. ماشي. ده تمرين عشان الثقة بينكوا تزيد. عايزاكي تدي ظهرك للكبير، لفي كده ادي ظهرك للكبير وبص قدامك. ماشي. وانت لا لا، مروحة ارمي نفسك ناحية الكبير وهو هيمسكك. ماشي. يلا هعد. مستعدين؟ جاهزين جاهزين. يكشن غور من وشك القمر ده. يلا غمضي عينيكي. واحد، اثنين، ثلاثة. هموشة مشاكل بوبة هتقرصك. وفي قطة بتولد. مربوحة. طيب نظرا لحالة مدام مربوحة هنكتفي بهذا القدر النهاردة. تقدروا تروحوا. بس على فكرة في هومورك لازم تعملوه في البيت. يا مربوحة أنا عرفت من كلامكم يعني إنكم اتجوزتوا بسرعة كده جواز صالونات، ما اتخطبتوش في الأول. خط لزق. طيب الهومورك بتاعكم إنكم هتمثلوا الفترة اللي فاتتكم دي، يعني كده شوفوا هتتقابلوا فين؟ هتقولوا إيه؟ هتعملوا إيه؟ عيشوا حلاوة البدايات يا جماعة. بقول لك إيه يا مربوحة؟ إيه الفيري تيل المفضلة عندك؟ يعني أنا بستعمل أي نوع صابون سايل ما دام بقوة الليمون الجبار. بالذات لو بيجي معاه سفنجة هدية.